أول عملية تتم والجراحة للدماغ عن طريق شبكة الفايف جي، وأيضا أتكلم على مادة تعالج نفسها بنفسها تم ابتكارها، وأكيد أتكلم عن واحد من أكبر صناع المحتوى التقني في مصر والمشكلة اللي قاعد يواجهها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. نبدأها أول شيء بالعلوم ومادة جديدة ابتكروها العلماء تحت التطوير أكثر وأكثر. هذه المادة تساعد نفسها بأنها تعالج نفسها. كيف تعالج نفسها؟ لو جبت نفس قطعة من نفس الربر أو الهيدروجيل اللي اخترعوه، هذا الهيدروجيل إذا قطعته ولا سويت فيه أي جرح تلقائيا بعد وقت تلاقي نفسه عالج نفسه ولحم نفسه مرة ثانية. هذه الطريقة حتساند في ابتكار بعض الروبوتات المصنعة من هذه المادة اللي يمكن تستخدم في جسم الإنسان. نتكلم على أحجام صغيرة صغيرة جدا مرة تسوى من هذه المادة، يتم الاعتماد عليها في بعض الأفكار للجراحات الداخلية. هذه إلى الحين الخطط، والمادة تحت التطوير وما زال التطوير فيها مستمر، وأيضا العلماء حطوا في دراستهم أنه يمكن يستخدموها بطريقة البلوكات، يعني زي المكعبات يحطوها فوق بعض أساس يبنوا الروبوت اللي يبغوا يصيروا يستخدموها. سبحان الله، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. تقنية وطب، ولما نتكلم على أول عملية على شبكة الـ 5G تقام في الصين، وهذه العملية صارت على شبكة الـ 5G. نعم، عندهم شبكات 5G قاعدين يتبنوها في الاختبارات والتجارب، وهذه الشبكة ساعدت في إتمام عملية جراحة دماغ بشكل جدا قوي. الحين ليش الموضوع يعني مرة مهم وحرج؟ ما قاعدين دائما نسوي عمليات 4G. عمليات جراحة الدماغ يبغى لها الليتنسي شبه صفر، يكون ما لازم يكون عندك تأخر في الشبكة وفي اتصال وفي إعطاء الأوامر من الروبوت اللي قاعد يعطي أو الدكتور اللي قاعد يعطي الأمر للروبوت إلى الروبوت اللي في الطرف الثاني اللي قاعد يقوم بالعملية. تفاصيل أكثر إن شاء الله لما نعرفها عن طريقة العملية وأساسياتها بتصير، ولكن الشبكة اللي تم استخدامها هواوي، وهواوي بيتكلم عليها كثير. أنا بتكلم في الحلقة دي عن هواوي كثير، بتكلم على هواوي أصلا لما تشوف الحلقة أنا في طريقي إلى هواوي باريس. وبما أن الحلقة الماضية سألتكم تعرف ماي سبيس و 97% لا 79% منكم قال ما أعرف ماي سبيس، إذن أنا آسف ما أتكلم على ماي سبيس مرة ثانية. أو أقول لكم بس إنه كل بساطة تسوي مواقع شخصية لك وتسوي مواقع بكل بساطة على زي فيسبوك يا ماي سبيس، ولكن كان مبني على الويب بيس، كان أصعب بشوي لأنه أنت قاعد تبني صفحة كاملة لك. ومايكروسوفت وفي كلام أكثر منها على شبكة الإكس كلاود وستاديا. ستاديا هي الشبكة السحابية حقت الألعاب الخاصة بجوجل اللي تم الإعلان عنها في الجي دي سي، وأيضا نفس مايكروسوفت عندهم الإكس كلاود. طبعا لما تكلمت في الحلقة الماضية عن الخدمات هذه موجودة خدمات لعب سحابية، ولم أتحدث عن خدمات الاشتراكات اللي كانت السباقة فيها أكيد بلاي ستيشن، بأنها سوت خدمات جدا جميلة للاشتراكات، وهذه الخدمات ساعدت على الواحد يحصل على أسعار مرة خرافية، وأحيانا كثير من المحتوى مجاني يكون بالاشتراكات حقتها. ولكن خدمات اللعب السحابي هنا الاستثمار الأكبر، هنا أيضا الأبل اللي بتدخل فيها، وحتى ترى محتوى أبل المتوقع اللي تدخل فيها تكون في الألعاب المدفوعة فقط اللي هتلاقيها في هذه المنصة. أرجع للإكس كلاود وأتكلم إنه مايكروسوفت قاعدين يقولوا إنه أيضا حيمكنوا اللعب على منصة الأندرويد، فيصير إذا أنت عندك جوال أندرويد وتشترك في الإكس كلاود هذا المفروض يمكنك من لعب أسماء جدا كبيرة سحابيا زي مثلا فورزا وما فورزا والتايتلز حقات إكس بوكس. لا تعال قدم. وأيضا بدأت تطلع بعض الأفكار والمخاوف عن خدمة اللي أعلنت عنها جوجل اللي هي ستاديا، لأنه أحد المبادئ حقت ستاديا أنه نفس صناع المحتوى على اليوتيوب حيقدروا يستغلوا شهرتهم الكبيرة بأنهم يسووا بث ويجي ويتشارك معهم المعجبين حقينهم في نفس هذا البث وقاعدين يلعبوا لعبة مع بعض. فتخيلوا لو تم استغلال هذا الوضع من بعض الأشخاص اللي ينضموا للبث بحكم أو بحجة أنهم يشاركوا بشكل إيجابي، ولكن في النهاية يكونوا يا قاعدين يخربوا ويكونوا قاعدين يسووا ألفاظ سيئة، والمحتوى والأشياء اللي قاعدين يسووا سيئة عند مين تطلع؟ عند صانع المحتوى نفسه على البث المباشر حقه. يوتيوب تحاسب مين؟ تحاسب صانع المحتوى والبث اللي قاعد يسويه. إذن بدأت مخاوف جدا كثيرة تطلع في هذا المجال، وبرضه نستنى حاجة تسمى بالقوانين والإرشادات اللي حيتبعوها في ستاديا ويوتيوب في خدمات البث حقتهم والمشاركة. رأيكم في الايربودز 2؟ أكثركم قال ما تستاهل وهي كنوع من الترقية. فعليا أبل لو تلاحظوا أكثر من سنة
كل ما جابوا منتج يكون المنتج مميز او ناجح او عليه طلب جدا كثير، ما يحاولوا يسووا ترقيه ضخمه لنفس هذا المنتج، ولكن ترقيات بسيطه، اضافات وتطوير، بعدين يجي اختلاف اكبر على هذا المنتج. وهذا الشيء اللي شفناه في كثير من منتجات ابل، وحاليا موجود على الايربودز. وايضا استغربنا كلنا لما شفنا الخبر حق بوينغ 373 ماكس، الطياره اللي صار عليها مشاكل وصار فيها اكثر من واحده طاحت، الله يرحم يا رب العالمين ويتقبل اللي الضحايا حقون نفس الطيارات. ولكن نتكلم على استغرابنا من نفس شركة بوينغ، اللي كان في نظام مهم المفروض هذا النظام يكون إجباري موجود في الطيارة، ولكن بوينغ كانت تتيحه بشكل اختياري لنفس مشغلين الطيران على أساس أنك تحصل على هذا الخيار على أساس ينبهك لو في مشكلة. المشكلة اللي صارت هي اللي تسببت في وقوع أكثر من طيارة ما كانوا طالبين وما دفعوا المبالغ الإضافية لهذا النظام. طبعا مستغرب أنه شركة بحجم شركة بوينغ وعلاقات بوينغ والأموال الطائلة حقت بوينغ يعتمدوا على شيء تسويقي زي كذا، ولكن في النهاية قالت بوينغ وأعلنت أنه هذا النظام حيكون متاح على كل الطيارات حاليا. مسألة الاختيارية لم تعد موجودة، بل هو إلزامي أنه حيكون موجود على كل طيارات الـ 737 ماكس. أحس من زمان ما تكلمنا أخبار طيارات. فخليني أكمل وأقول أيضا من الطيارات إلى الأرض، وقبل ما أكمل على الهواتف الذكية وأخبارها، أكيد كلكم متوقعين أخبار جدا كثيرة عن هواتف البي 30 وسلسلة البي 30 هي المتوقع الإعلان عنها في باريس بإذن واحد أحد. صار في فيديو جدا جميل طلع فيه أبو عمر من مصر وتكلم على الأحداث اللي صارت بينه وبين شركة هواوي مصر، وبالتحديد مسؤول التدريب اللي موجود بينه وفي هواوي مصر. أول شيء للتوضيح، عندنا أمورنا في المملكة العربية السعودية ومع كثير من الشركات، وكل الشركات بصراحة التعامل جدا كبير في الشفافية والتعامل جدا كويس والحمد لله رب العالمين. ولكن الشيء اللي واجهناه هنا في المملكة العربية السعودية من تقريبا 6 سنوات، ومستغرب أنه في زمننا هذا وعصرنا هذا أحد نفس صناع الأجهزة يحاول يجبرك. ولكن شيء لازم أقوله أنه لو تقنيين أو لو صانعين محتوى ما كان رضوا ما كان حاولوا يطبقوها على غيرهم. فهنا إشادة إلى أي واحد تقني رفض أنه يقول هذا أفضل جوال، هذا أحسن جوال، إلى كل تقني رفض أنه يقول نعم سأستخدمه مقابل كذا وكذا، نعم حتكلم عليه مقابل كذا وكذا. الله يقويكم ويعطيكم العافية يا رب. والمحتوى التقني باقي، واللي واجهه أبو عمر أكيد كلنا لازم نوقف وقفة جدا صادقة معاه، لأنه هو يصنع محتوى بناء على تجاربه وأشياء اللي قاعد يمر فيها بالتأكيد تؤثر على ما يعطيه من نتيجة في هذا المحتوى بالذات. الأجهزة التقنية تعتمد على الأرقام، تعتمد على التقنيات، وشيء جدا جميل، فما يبغى لنا نخرب هذا المجال، ويبغى مصداقيتنا وشفافيتنا تكون جدا كبيرة. وكل التحية لأي واحد يصنع محتوى سواء محتوى تقني أو غير تقني، والله يعلم الشيء اللي نواجهه من مشاكل من كثير من الشركات، والحمد لله أنه هذا النوع من الشركات صار محصور بشكل جدا كبير على بعض الأفراد اللي أتوقع أنه ما حيمثلوا شركاتهم بشكل جدا كبير، كون أنه الشركات من سياستها إحنا نعطيك الجهاز ونخليك تشوف التجربة وبعدين أنت تتكلم بالتجربة هذه براحتك. لو فيكم بعض الناس متابعين نفس البوستات اللي حاطها في إنستغرام، سبق وواجهت بعض الأشياء مع شركات أكبر كمان، والحمد لله رب العالمين. ما يصح إلا الصحيح، ودائما يا أبو عمر الله يقويك ويعطيك العافية، ودائما إحنا معاك، وأكيد مجتمع التقنية في الوطن العربي بإذن الله يساند بعض. وبما أنكم في الحلقة الماضية مرة عجبكم الرتم السريع، بكمل عليه في هذه الحلقة بإذن الله، ونتكلم على أخبار التقنية وننتقل للأجهزة الحين، ونتكلم على نوكيا 7 بلس. هذا الجهاز بعض المعلومات حقت المستخدمين تسربت للصين، ليش صار هذا الشيء، بخلل من نوكيا اعتذروا منه، HMD وأشياء زي كذا، والأمور بتتحسن لنفس الملاك مع تحديث أمني بيجي لهم. لو تكلمنا أيضا على شبكة الـ 6G، هذا خبر كان صادم. شبكة الـ 6G وفنلند حيكون في مؤتمر يجتمعوا فيه الصناع والحكام والناس اللي ضبطوا أمورهم من ناحية الشبكات ويتكلموا كيف نطور الـ 6G. المفروض أنه ما في 6G ترى، بالفعل المفروض ما يكون في 6G، المفروض الـ 5G هو آخرتها، والـ 5G يحصل على ترقيات وما ترقيات. انصدمت زيكم من الخبر. هل الموضوع لابتكار الـ 6G شيء نقدر نقول تنافسي أكثر من أي حاجة بين نفس صناع الـ 5G اللي قاعدين يطيروا ويسووا وينفذوا، وصناع الـ 5G اللي ما هو بقادرين يلحقوا الطلب وبيحاولوا يطلعوا 6G عشان يغطوا الموضوع، ولا فعليا احنا بحاجة الـ 6G؟ كثير من اللي قاعد يشوفه متأكد متفق معاهم انه ما شفنا الـ 5G عشان نتكلم على 6G. ف لا بعدين الـ 5G تقريبا حتى الليتنسي وهذه الأمور ما هي موجودة، السرعة خلاص يعني وصلت أقصى حد
المفروض بس اسرع من كاتبين الترا فاست ايدج، يعني ايش دخلنا نبغى الترا فاست ايدج؟ على الكلام احمد اللي قاعد يقوله انه يعني ال5 جي قالوا انه ما في ليتنسي والسرعات خرافيه وكل شيء، في الفعل ايش نحتاج في ال6 جي؟ فاتوقع انه شيء جيد وحكيم انه نبطل كلام في اي شيء ما بعد ال5 جي، خلينا نجرب ال5 جي وبعدين يصير خير. ونكمل على الاجهزه الذكيه ونقول انه موتورولا تكلموا عن جهاز الموتورولا 1 المفروض انه يكون قادم، مو مهم الجهاز قد ما يهم التعاون الاول اللي حيكون بينهم وبين سامسونج في معالج الاكسينس، ويمكن اكسينس يخرج خارج دائره سامسونج. اذا صار هذا الشيء اشوفه شيء جدا ممتاز وحكيم وقوي من سامسونج انهم يتيحوا معالجاتهم القويه على اكثر صناع فيصيروا زي كوالكوم مزودين معالجات، وهالمعالجات تعطي امكانيات اكثر. خلال ما انت قاعد تشوف الحلقة هذه بإذن الله أنا في الطريق إلى باريس لتغطية مؤتمر P30 والP30 Pro، السلسلة نفسها اللي فيها أشياء كثير واعدة وتم تسريب كثير من المعلومات للP30، وأتمنى أنه في نفس الفعالية يكون في أخبار مؤكدة أكثر أكيد، يعني مالش مش غريبة أنهم إن شاء الله في الفعالية نشوف أشياء ما شفناها في التسريبات، سواء لو طلعوا بالبورشة ميت آر إس حاجة شيء جديد و اي جوال شيء برا هذه التسريبات اتمنى، لانه كميه التسريبات كانت كبيره، بل انه في بعض التسريبات وضحت خصائص الكاميرات، وضحت صور من الموقع الاساسي بعد ما الموقع حق هواوي سرب هذه المعلومات او بالغلط نشرها، كان الظاهر يسوي تيست على الصفحه، سوي ريفرش قال اوه نو ميستيك، بعدين رجعوا سووا شالوا المستيك وضبطوها. هواوي شركه قاعده تطور نفسها بشكل جدا كبير وقاعده تقدم خدمات جدا كبيره، نتمنى انهم كمان الاشياء هذه الصغيره تصير تضبط معاهم. ولو تلاحظوا اخر كم مؤتمر قاعدوا يخربوا علينا سواء هواوي او سامسونج او ابل بسبب كثره التسريبات، شو نسوي يعني؟ ننتقل ونكمل لاخبار اخرى ونتكلم على سامسونج، والمتوقع انهم يجيبوا جوال ايضا قادم بدون كاميرات اماميه بل تكون الواجهه الاماميه كامله. لو شفنا الA50 تم اتاحته الحين في المملكه العربيه السعوديه، شغال على محتوى عليه جوال يعتبر ب 1000-1100 ريال. الميزه في انه البصمه مدمجه في الشاشه مع امكانيات كويسه ولون مره رايق اللي جبناه. فانت تتكلم على امكانيات سامسونج قاعده تخرج وتجنن نفسها خارج النطاق المعهود لها، واضح ان المنافسه اثرت عليها فقاعده تحاول تبتكر وتضبط وتجيب جوالات زي ما كانت تسوي قبل 5 سنوات. لو تشوفوا حلقاتي قبل 6 شهور كنت اقول هواوي قاعده تسوي زي سامسونج زمان، الحين سامسونج ترجع لنفس هذا الريتم، واضح اساس المنافسه القويه اللي قاعده تصير في هذا المجال. واخر خبر عن الايفون القادم، متوقع انه يحصل على ميزه الشحن العكسي، فيمديك بالايفون تشحن الساعه. فهذه الإمكانية ليش جت عند سامسونج وهواوي وجت عند أبل؟ ليش طلعتها الشركات تباعاً؟ لأنه هذه أحد الإمكانيات اللي تطلع في الجوالات من خلال المعالج وقدرة المعالج، وهذه قدرات المعالج والابتكارات اللي يحطوها على سلسلات المعالجات تمكن بعض الأشياء، فصناع الجوالات يا يتبنوها يا ما يتبنوها. وراجعوا الفيديو اللي سويته أول، موجود رابطه إن شاء الله بوصف الحلقة. جدا متحمس لمؤتمرات ضخمة رائعة تعطينا فائدة جدا كبيرة. نهاية الحلقة وكل حلقة يعطيكم العافية، الحلقة الماضية الظهر وصلنا 13,000 لايك من مجرد محبتكم للمحتوى، فأيضا الحلقة هذه عساكم على القوة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الظاهر عساس أقدر ألحق على مسألة الرتم السريع يبغالي قبل كل حلقة 4-5 كواب قهوة.